هو 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 نفس الفيديو بتاع امبارح بتاع لحظات تفجير الكنيسه البطرسيه يوم الاحد الماضي بس في قراءه جديده لمساله الدخول والطلوع وتصحيح لمساله السهم اللي كان محطوط خطا امبارح. السهم كان رايح مع حد ماشي على اليمين كده بالصدفه انما لو ركزتوا في الفيديو النهارده هتلاقوا في في الثانيه 26 المتهم بيظهر وبيتوجه الى مدخل الكنيسة لسه لا سيبك من السهم خالص سيبك من السهم اهو اهو ابتدى اهو شفت الدايرة الوقت اتعملت على المتهم فعلا اللي هو لابس جاكيت وبنطلون جينز والجاكيت واسعة دخل وصل عند الشجرة عامل الامن الاداري بيسأله انت رايح فين غالبا الولد جري 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 دخل لجوه اختفوا هما الاثنين ومفيش عشر ثواني 12 ثانية وحصل الانفجار زي ما حضراتكم شايفين التحقيقات والتحريات اه الحقيقة بتقول لغاية دلوقتي ان التفجير تم على بعد خمسة متر من اه مدخل قاعة الصلاة يعني ده معناه انه بعد دخوله الكنيسة بيدوبك مفيش بسبع ثواني يمكن ويعني نقول ايه يعني ربنا اكيد لطف باللي موجودين لانه هو لو كان دخل وخد موقع في منتصف القاعه لكانت الخسائر البشريه باعداد اكبر بكتير وكانت هتبقى كارثه يعني نقول مضاعفه اكتر من كده بكتير يعني اللي اتقتلوا اللي اللي في هذا الهجوم الارهابي راح ضحيته 25 انما طبعا ولسه المصابين ولسه الرقم ربما يكون مرشح للزياده ده اكيد انما عايز اقول ان هو مش عارف اقول ايه يعني هو يعني يعني ما لحقش يدخل علشان ينفذ التارجت او ينفذ الهدف الاقصى بالنسبه له لان الناس اللي بتبقى لابسه حزام ناسف مستعد ان هو يفجره في اي وقت اه يعني لو لو بتاع الامن مثلا واقف له على الباب بره هيفجر على الباب لو بتاع الامن اعترضه مثلا بره خالص هيفجر نفسه ساعتها لو ما فيش حد اعترضه خالص لغايه لما تمكن من انه يدخل القاعه نفسها وسط المصلين وسط البنشات اللي محطوطه هو قرر انه يفجر في ساعتها فيعني من 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 ضمن الحاجات اللي قريتها النهارده على فكره ان السيده المتهمه اللي هي علا صورها كلها موجوده على كل المواقع هذه السيده كانت بتقول في اعترافاتها لاجهزه الامن انها فطرت محمود شفيق قبل ما ينزل ويروح يفجر الجماعه اللي بيصلوا في الكنيسه فانا مش عارف ايه باي قلب عملت كده الحوار اللي دار ما بينها وما بينه وهو رايح يموت نفسه ويموت الناس يعني كانت بتقول له ايه اه يعني مثلا روح ربنا معاك ان شاء الله هيوفقك يعني الدماغ دي اللي بتفكر بالشكل الشيطاني ده ايه اللي صنع هذا العقل علشان اه يقنعه بان هو بان ده الشيء السليم وان هو هيكافأ على هذا نفسي نفسي حد يجاوبني يعني نفسي افهم يعني طبعا الكلام ده انا بقوله بعد ما قريت الاعترافات اللي جت في التحقيقات اذا كانت هذه الاعترافات انه ما فيش شك ان هو 100% يعني قبل عشرة صباحا كان في اعداد للمساله وكان في ناس بتساعده في هذه المساله قبل ما يروح وينقد على الكنيسه ويزهق الارواح اكيد طيب هعرض صوره تانية دلوقتي هي صوره الكنيسه فيها رسم باسهم يعني الكنيسة هو باب الكنيسة واضح اللي هو المدخل بتاع قاعة الصلاة باب السيدات ده باب السيدات اللي هو دخل منه المفجر الارهابي سبعة متر بالضبط المسافة من من المدخل اللي هو اللي هو اللي على الشارع يعني في طبعا السبعة متر دول هو واضح ان هو خدهم جري وفي باب تاني مغلق وفي باب الرجال اللي هو واضحة اهو باب الرجال شمال اهو لان باب الرجال واضح ان هو ايه يعني ابعد سنة فهو طبعا ايه استسهل ان هو دخل على اول باب مفتوح لان التاني كان هياخد وقت اطول فهو دخل على طول على باب السيدات اللي هو الباب اللي مفتوح اللي قدامه يعني لانه ما ننساش انه كان في واحد بتاع امن اداري بيقول له أه انت رايح فين يا عم ولا انت, انت مين بالظبط وريني تعالى كلمني هنا هو طبعا اداله ظهره وفتح اكيد سبرينته دخل جري علشان يلحق يخلص المهمه يعني للاسف